تدبر الزميل صالح الكربي. شكرا سلطان. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه وشعارات ابناء القبائل وسن اللقايه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافه 5 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة، نبدأ مع البداية ونبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول الأسماء. هناك تحذير، جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم مع البداية ويقدم لنا تحذير. هنا بن جبران مع البداية مع أول المراكز وأول الانطلاقات. ثاني المراكز وصلت هنا القادمة والمنطلقة مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. وصل شعار محسن بن حزام بن راشد بن ديلة يتقدم مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات الجيدة. هنا مع ثاني المراكز ثالث الأسماء من الجانب الآخر. وصل الاسم القادم والمتقدم، هناك تندفع هنا عدالة، حمد بن محمد الشراب يقدم لنا عدالة مع أول مع ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع الأسماء القادمة والمنطلقة، وصل شعار بن قطامي يقدم لنا منصة محمد بن سالم بن محمد آلف هيدة المرية. وخامس المراكز المتقدمة هنا غزالة مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش يقدم لنا غزالة مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وها هو هنا شوط إنتاجي قطر، هنا ينطلق في هذه اللحظات مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الفوز والانتصار. نعود مع البداية مع أول المراكز. هناك تحذير، جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم تحذير مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصلت منصة محمد بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، شعار بن قطامي يقدم لنا منصة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء وصل شعار بن حمد يقدم عدالة، حمد بن محمد الشراب مع ثالث المراكز. رابع الأسماء إثبات، حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يقدم إثبات مع رابع المراكز. خامس الأسماء فوج، عبد الله بن راشد آل نشيره المري يقدم لنا فوج مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع سكان المقدمة وسكان الصدارة. لا زال التحذير متربعة على عرش الصدارة بشعار بن جبران جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم هنا تحذير من بداية الانطلاق، وهي على الصدارة بن هدوان من الجانب الآخر يقدم إثبات. حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان مع ثاني المراكز وثاني التحديات. رابع الأسماء وثالث المراكز، وصلت منصة محمد بن سالم آل فهيدة المري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز فوج، عبد الله بن راشد بن علي آل نشير المري مع فوج مع رابع المراكز. خامسا هناك عدالة، حمد بن محمد الشراب غادم مع خامس المراكز ويقدم لنا عدالة، ولكن تحذير، تحذير لا زالت على الصدارة على الانطلاق الأول. بن جبران يقدم تحذير، جابر بن سالم بن جابر الجربوعي مع البداية ومع أول الأسماء ويقود هذه المسيرة الأصيلة مع تحذير، مع التحدي الأول ومع الصراع الأول. بدأ بالمقدمة
قادر بن جبران بدا بالاندفاع مع تحذير مع التحدي الاول، هناك تحذير مع الانطلاق، جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري مع اول الاسماء ثاني المراكز، وصل بن هدوان مع اثبات، حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان ثالث الاسماء، وصلت فوج عبد الله بن راشد آل شيره المري رابع المراكز، وصل بن حمد يتسلل الى ثالث المراكز، ولكن بن جبران مع تحذير على الصدارة، تحذير بشعار، هنا جابر بن سالم بن جابر الجربوعي مع اول الاسماء واول التحديات مع تحذير ثاني المراكز، وصلت القادمة فوج عبد الله بن راشد بن علي آل شيره مع ثاني الاسماء ثالث المراكز، المتقدم شعار بن حمد مع ثالث المراكز، ولكن البداية والمقدمة تحذير مع الفوز، تحذير مع الانتصار، جابر بن سالم بن جابر الجربوعي مع الانطلاق الاول، مع تحذير مع الفوز والانتصار من بداية الانطلاق، وهي على الصدارة تقود هذه الاسماء وتحافظ على الصدارة. مشكور يا بن جبران، تهانينا والناموس من هذه اللحظات لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، من قدم لنا تحذير بهذا الأداء المميز وإنتاج قطر، هنا مع تحذير الفوز مع تحذير والانتصار، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، من قدم لنا تحذير، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز غنايم طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل، ثالث المراكز وصلت صدى سالم بن محمد بن علي الحديد المري، ورابع المراكز هزراف بشعر راشد بن حمد بن راشد البويضة المري، وخامس المراكز وصلت فوج عبد الله بن راشد بن علي آل شيره المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك تحذير على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 7:34 و44 جزءا من الثانيه، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز حضرت فيه قنايم، 7:39 و86 جزءا من الثانية، تهناموس لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل من احتل ثاني المراكز مع قنايم. ثالث المراكز وصلت صدى 7:41 و44 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن علي آل الحديد المري، فتهانينا والناموس للجميع. تتوصل التحديات والإثارة ويتوصل الزميل سعيد بن سالم المالكي.